السلام عليكم الاحبابي الاعزاز، كدرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، موضوع جديد، كما شفتوا في العنوان غنشارك معكم جوج طرق باش تلقاو العقود العمل اللي كيكونوا طول السنه. وعلاش هضرات الوزيره جديده مع ماريو دراغي النهار اللي تلقاوه؟ واش غادي تفتح القانون ديال كريبتو فلوسي وساناتوريا كيما جا حدد ماريو دراغي؟ واش غادي تفتح في الشهر واحد ولا لا؟ هاد الشيء ان شاء الله اللي غنشارك معكم بالتفاصيل الممل وبالدلائل القاطعه، كيفاش غتلقاو العقود العمل ان شاء الله بالطريقه الجديده ومضمونه والصحيحه. خليكم مع الفيديو، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم وتخليوني رايكم في التعليقات. هانتوما كيبان لكم الكوري من ورايا اللي ديجا كنت صورته لكم العام اللي فات، الكوري هذا وكاينه البلاص حداه اللي كيسكنوا فيها الناس اللي كيخدموا عندهم، يعني ملي كيلقاو شي خدام مثلا كيعجبهم كيعجبوه المواصفات اللي فيه كيخدم بالمصداقيه ما تيخليوهش يمشي ويجي، فهمتوا؟ يبقى معد في الطريق يجي معطل، اولا مثلا الباترون كيسكن في المدينه وكيبغي شي واحد ديال الثقه كيخدمو عنده في الكوري اللي كيخدم طول السنه. هادو كيربيو في البقر والروايح هنايا، ما نعاودش لكم ديال الكامبانيا وديال البقر. كويندي هاد الناس، يعني كيفاش غتلقاو هاد العقود العمل، هاد النوع ديال هاد العقود العمل اللي كيكونوا طول السنه، سواء الناس مثلا اللي كاينين في الطليان المهاجرين غير الشرعيين اللي تيقولوا ما كاينش اللي خدمنا ما كنلقاوش الخدمه، راه بحال هادو كيخدموكم. حيت كتشوفوا دابا الكامبانيا، يعني الكوري منو الكامبانيا، ما كايناش يعني ماشي المدينه اللي الواحد غادي يخاف باش يخدمكم. في المدينه مثلا تيخافوا يخدموا شي واحد بلا الوراق، ولكن الكامبانيا هنايا راه ما كاينش اللي كيشوفوا. وهذيك الدار انا غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوها اللي حدا الكوري كيعطيوها لهاد الناس اللي كيخدموهم عندهم، فهمتوا؟ كتخدم هنايا مثلا المهاجر اللي ما عندهمش الوراق ما عندهم فين يمشي، كتجي كتخشي راسك في هاد الخدمه هادي، كتبقى ساكن في هاد الدار حداها حدا الكوري، يعني حدا الخدمه. حيت علاش جبت لكم جبتكم لهنايا وجيت حتى لهنايا باش ندير لكم لا فيديو، حيت كاين بزاف ديال المهاجرين غير الشرعيين كيطلعوا معنا في اللايف كيقولوا راه حنا ما عندناش الوراق، حتى واحد ما بغاش يخدمنا. الا انا ما متفقاش معاكم، يعني كنعرف الناس ما عندهمش الوراق وتيخدموا في الكوارة ولا في الفلاحه مثلا، بحال هادي ما كاينش اللي يشوفكم، فهمتوا؟ خاصكم غير نتوما تقلبوا وتقدوا المعرفه ديالكم مع الناس، بينوا ليهم باللي نتوما بغيتوا تخدموا بالمصداقيه ماشي ما بغيتوا تفلاو. حيت كاين بهذا الشيء الناس الله يهديهم كيجيو كيبقاو غير خربقوا، يبقاو يتفلاو عند بالهم وصلوا وما عرفت شنو كيشوفوا فيهم، كيبقاو غير يتفلاو، بغاو غير يتفلاو، ما بغاوش لا يخدموا لا والو، راه كيقول لك انا ما بقيتش انا محتاج. فين غتلقاو مثلا هذا الكوارة والفلاحه ولا البضانتي مثلا؟ الا ما عرفتوش مثلا الناس اللي غيعرفوكم بهاد الناس هادو، غادي نخلي لكم واحد الطريقه بسيطه كيفاش غادي تتواصلوا مع هاد الباترونات ومع هاد الشركات. فاش كتلقى الخدمه مثلا كيجيب كدير لا بروفا ديال 15 يوم، الا عجبتيه غيقول لك انا غندير لك الكونطرا ديال عام حيت عجبوني المواصفات اللي فيك، هذا الا عندك الوراق مثلا. اما الا ما عندكش راه غادي تقول له انا ما عنديش، وهذا الا شاف فيك المصداقيه وشاف فيك المعقول غيخدمك عنده النهار اللي كيتفتح القانون، كيساعدك يدير لك العقد العمل، يوقف معاك حتى تاخذ الوريقات ديالك ويزيد يخدمك عنده، فهمتوا؟ فهمتوا؟ الا شاف فيكم المصداقيه والمعقول غير ما ديروش تحريميات وتبقاو تفلاو، راه الخدمه غادي تلقاوها غتلقاوها. وبالنسبه للناس اللي كاينين في المغرب مثلا كيقلبوا على العقود العمل، هاد العقود العمل كاينين طول السنه، حتى نتوما غنشارك معكم كيفاش غادي تلقاو هذا العقود العمل، كيفاش غادي تتواصلوا مع الشركات النيشان. حيت كيجيوني بزاف ديال التساؤلات كيقولوا لي العقود العمل اللي كاينين طول السنه، فهمتوا؟ كويندي هما هادو. خليكم مع الفيديو باش تستمتعوا معاه، باش نشارك معكم طريقه اخرى باش تلقاو، الا ما لقيتوش الكوري راه كاينين طرق اخرين من غير الكوارة. هادو كلهم الاراضي ديال الفلاحه، هانتوما يلاه دابا جناو الفصه هنايا
ودابا راه حرطوا الارض وغيزرعوا فيها شي حاجه. اما بوعويدها هاد الاراضي كلهم ديال بوعويد، جنا ودابا بوعويد والتفاح كملوهم، ودابا غادي يوليو يقطعوا في الاشجار ديال بوعويد وديال التفاح وكيقادوهم وتيحرطوا، فهمتوا؟ ما يجي عاوتاني الصيف حتى عاوتاني يكون بوعويد وتكون الفروتة وتكون الخضار، يعني لهاد الخدايم كاينين طول السنه كما قلت لكم. الغروب الشمس يا الشباب، شتو هانتوما كتشوفوا هادو كيبيعوا الفروتة. هادو كتكون عندهم الفروتة الفريز وبوعويد والتفاح والمشماش والخوخ في الصيف، يعني هاد الاراضي كلهم ديالهم، فهمتوا؟ ومازال غادي نقربكم الاشجار دابا ديال البوعويد والخدايم اللي كيديروهم. الا مثلا شي شجره ما ولدتش ليهم هاد العام كيقطعوها كيزرعوا شجار اخرين باش ما يجي الصيف الجاي ان شاء الله حتى يولدوا ليهم بوعويد والتفاح. كما جا وقع العام اللي فات كاين واحد عنده بزاف ديال الاراضي، غادي نقربكم من هذاك الارض من بعد نهضروا ها الكراجات اللي كيديروا فيهم التراكتورات وكيديروا فيهم الالات اللي كيخدموا بهم في الكامبانيا، فهمتي يا الشباب؟ واحد الهدوء رائع. هانتوما هذاك الكراج الاخر ديال العائله اخرى عامرينو بالالات اللي كيخدموا بهم بحال هادو. هانتوما هاد الاله كيديروا فيها البرودويات اللي كيسقيو بهم الارض ديالهم وكيسقيو بهم الشجار ديالهم. كتشوفوا الارض ديالهم دائما نقيه، دائما اشجار ديالهم مغذيين، ما شاء الله عليهم سبحان الله. هنا يزرعوا الذرة وجناو ودابا حرطوا الارض. هانتوما دابا عاوتاني غادي يزرعوا شي حاجه اخرى، ما تفوتش السيمانه حتى كطلع. ما عرفتش شنو كيديروا في هذوك البرودويات، ما شاء الله يعني خدامين خدامين، يعني بالمصداقيه ولا من نيتهم ولا ما عرفتش، يعني الكامبانيا ديالهم كتشهي. هانتوما كتشوفوا بحال الاشجار اللي قطعوهم كما قلت لكم، كياخذوهم كينقيوهم وتيبيعوهم للناس اللي كيسخنوا بهم الديور ديالهم. كاين الناس اللي ما كيسخنوش مثلا الدار بالسكالدامينتو بالغازا ولا بالضو، كيستعملوا هذوك الالات اللي كيخشوا فيهم العود وكيسخنوا الديور ديالهم، فهمتوا؟ وهاد العائله دائما كيخدموا العرب، كيبانوا لي العرب دائما اللي خدامين عندهم. وهاد الاراضي كلهم ديال بوعويد وديال التفاح ديالهم. دابا نقربكم لهداك المخزن ديالهم ولا الكراج اللي كيحطوا فيهم الالات ديالهم والديور اللي كيعطيوهم للناس اللي كيخدموا عندهم. يعني هما ما كيخليوش الخدامه ديالهم يمشيو لديورهم ويرجعوا يجيو معطلين ولا، فهمتوا؟ كيعطيو لهم الدار يسكنوهم تماك عندهم في الدار، يكونوا قراب للخدمه، يفيق منو الخدمه، يعني يفيق يتلقى مع الخدمه ديالي يمشي يخدم على راسو حتى يسالي عاوتاني الخدمه حدا الدار. هانتوما دابا غنقربكم، هانتوما دابا غنحبسو نقربكم من هذا من هذاك الكراج ومن ديك الدار اللي كيعطيوها للخدامه، فهمتوا؟ كويندي بحال هاد الباترونات وبحال هاد الناس اللي عندهم الاراضي وعندهم هاد الخدايم كلهم كيبغيو شي واحد ديال الثقه وديال المعقول. علاش انا دائما كنقول لكم الا جيتي لطاليان باش تخدم ودير علاش ترجع لبلادك، خاصك تبين ليهم، بين ليهم بلي انت جيتي او لا انت باش تخدم باش دير المستقبل ديالك ودير المجهود، حيت هما كيشوفوا المجهود اللي كديرهم باش تخدم. حتى الا ما عرفتي شي حاجه هما غيعاونوك وغيساعدوك وكيعلموك، يشوفوا فيك غير المصداقيه والمعقول، الما باقي ما كيهمش. ماشي ضروري تجيب الشواهد ولا بالدبلومات ولا الا جيتي بالدبلومات راه احسن، غير قلت لكم راه كاينين الناس اللي ما عندهم الشواهد ما عندهمش الدبلومات، ماشي ضروري. شافوا فيك المعقول والمصداقيه يثقوا فيك، يعطيوك يعني دار، يعطيوك فين تسكن، يتهلاو فيك
والشهريه ديالك والكونترادا ديالك والحقوق ديالك كاملين غيكونوا عندك. ولكن اللي جا غير باش يتفلى يضحك على عباد الله راه يشدوك السيمانه جوج السيمانه تيقول لك ما بقيتش محتاج يمشي يقلب على واحد اخر، فهمتوا؟ يبقى يبدلوا في الخدامه حتى وكان يلقاو شي واحد اللي يعجبهم، يلقاو فيه المواصفات اللي هو بغاهم. ها نتوما هذا هو الكراج اللي كيديروا فيه مثلا بوعويد والتفاح ملي كيجنيو، اولا الفروتة اولا بيسكا اولا المشماش اولا البيسكا هو الخوخ، ملي كيجنيو كيدخلوه لهذاك الكراج قبل ما يديوه للشركات، بحال مثلا السوبيرات ولا الكوبات ولا ورسبين ولا مثلا الشركات اللي كيديروا المربى والعواصر كياخذوا مثلا بحال داك بوعويد الصغير ولا داك التفاح الصغير ولا هذاك اللي كيجي يعني عواج ليهم، هادو كلهم كيجمعوهم في الكرابي كيدفعوهم للشركات اللي كيديروا العواصر وكيديروا بوعويد بهذوك الصغار، هذاك ديك الفروتة الصغيره، فهمتوا؟ وهذوك الالات اللي كيخدموا بهم كل الاله وباش مختصه. دابا نشارك معكم هذيك الدار، ها هي ديك الدار اللي كيعطيوها للخدامه. كنعرف هاد العائله ديما عندها نفس المغاربه اللي كيخدموهم دائما طول السنه. يعني علاش نفس المغاربه؟ حيت هادوك لقاو فيهم الخير، لقاوهم كيخدموا بالمصداقيه عندكم. يسمعوني كنهضر، فهمتوا؟ نهضر بشويه كويندي، فهمتوا؟ يعني كنقول لكم الا الطالياني شاف فيكم المصداقيه يبقاو ديما معاكم ما يتخلاو عليكم حتى للموت. ها نتوما هذوك الالات، هذيك هي الدار، فهمتوا؟ كتبان شويه قديمه ولكن ما عرفت كيفاش دايره من الداخل. كويندي انا كيبانوا لي ديما المغاربه هنايا خارجين وتمشيو للخدمه، فهمتوا؟ بغيت نقول لكم واخا كتبان قديمه كون مصلحه للسكنه ما عندهمش الحق باش يسكنوا فيها شي واحد، فهمتوا؟ حيت الا وقعت ليها شي حاجه ولا طاحت عليه ديك الدار راه هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه ديالو. كوين ديلا ما كانتش صالحه للسكنه ما غاديش يخليو فيها الناس. كوين دي واخا كتبان خايبه من الداخل غتكون صالحه للسكنه، الله اعلم. وهذوك الاراضي كلهم ديال بوعويد ها هما اللي كيبانوا لكم، هذا العنب يعني الشجار كلهم ديال العنب، ها نتوما هذا كله بوعويد والاراضي ديال بوعويد. وهنايا البلاصه اللي خاويه داروا فيها الذرة، يلا جناو حتى هنايا من غير هذوك الاراضي اللي شاركتهم معكم. ودابا غادي نوري لكم وهذاك الارض اللي قلت لكم العام اللي فات حيدوا كاع هذوك الاشجار ديال بوعويد اللي ما ولدوش ليهم العام اللي فات، عاودوا زرعوا الشجار جداد، وهاد العام ولدوا ليهم تبارك الله بوعويد على من الزويناتو. ها نتوما كنقول لكم يعني الخدمه كتكون طول السنه ديال الفلاحه، يعني ما كتمنكش، كتكون في الصيف وكتكون في البرد، يعني ديما خدامين، كتكون عندك الكونترادا ديالك والعقد ديالك. ها نتوما هذا هو الكوري، ها الكوري دابا غنقربكم ليه. هاد الدار اللي كيعطيوها للخدامه كتشوفوا، ما كتشوفوا شي بلاص فيها البارابول من برا تعرفوا باللي كاينين العرض، فهمتوا؟ وهما اللي كيتكلفوا ليهم بالكوري طول السنه. ها نتوما هذا هو الكوري قدو قداش، شفتوا؟ راه تبارك الله عريض وطويل وشد هاد البلاصه كلها. كتشوفوا خرجت من في الغروب الشمس ما جيت نكمل الفيديو حتى طاح الظلام. دابا نشارك معكم علاش تلقى ماريو دراغي رئيس الحكومه السابق اللي دابا خرج مع جورجا ميلوني رئيسه الحكومه الجديده، كيعطي عطى ليها واحد الكامبانيلا، هذيك الكامبانيلا كل ما كيخرج شي وزير كيعطيها الوزير جديد، فهمتوا؟ داكشي علاش تلقى وعطاوها ليها. اما بالنسبه للقانون ديكريتو فلوسي كيما جا قالت رئيسه الحكومه الجديده اللي هي جورجا ميلوني، هي كتامن بديكريتو فلوسي كيما قالت، قالت هذاك غادي يتفتح كل عام يدخلوا المهاجرين بالطرق الشرعيين، يعني قالت من الاحسن نسدو هذاك الباب اللي كيدخلوا منه. هي في الاول غادي تهضر مع اتحاد اوروبي باش يسدو هذاك الباب ديال ليبيا اللي كيدخلوا منه المهاجرين غير شرعيا، وغادي تولي تفتح القوانين الى الطليان خصوها المهاجرين،
هادشي اللي هي قالت، وكل عام غادي يولي القانون ديكري التوفلوسي. اما بالنسبه للسناتوريا حتى واحد مازال ما عرف حتى شي حاجه، وكنتمنوا ان شاء الله خير بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوراق. كنتمنى لكم ان شاء الله الخير، نتوما خدموا الا لقيتوا بحال هاد الخدام اللي شاركتهم معكم، تخدموا على راسكم، ما ديروش المشاكل، راه حتى واحد ما غاديش يقيسكم، غير ما ديروش المشاكل وتبدو صداع راسكم، فهمتوا؟ لقيتوا شي خدمه هانتوما هنايا ما كاينش لا الصداع، كاين واحد الهدوء رائع جدا. تلقاو شي خدمه في الفلاحه ولا في الكواره ولا المهم، يعني مدرقين في شي بلاصه، وتخدموا على راسكم وعلى المستقبل ديالكم، وما ديروش الصداع، ما ديروش المشاكل، راه حتى واحد ما غايقول لكم شي حاجه. وبالتوفيق للجميع، والله يسهل على الجميع. طاح الظلام ما بقيتش قادره يعني ما بقيت كنشوف حتى حاجه، انا ما بقيتش كنبان لكم، ها انتم كتشوفوا الظلام. دابا نمشي نجري، نمشي لدار داري. قلت لكم بالنسبه للسيتو فين غتلقاو العقود العمل، انا غنحط لكم الرابط ديال الفيديو فينا شرحت لكم بالطريقه وبالتفاصيل الممل كيفاش غادي تسجلوا وتواصلوا مع الشركات، تختاروا مثلا بحال الناس مثلا اللي بغاو الفلاحه وبغاو الكوره بحال هادو، بغاو الهدوء وبغاو يخدموا في الكامبانيا بحال هنايا، غادي تختاروا الكامبانيا ولا تختاروا الكوري ولا بادانتي مثلا ولا الميناج، المهم كتختاروا الخدمه اللي بغيتوا، سواء نتوما في المغرب ولا هنا في اوروبا. الا كتصيفطوا السي في ديالكم، الا شي باترون شافوا فيكم المواصفات اللي عجبوه كيدير لكم العقد العمل، كيجيبكم فين ما كنتوا. وبالتوفيق للجميع، كما قلت لكم ما بقيتش كنبان لكم، راه صافي الظلام طاح.